بعد عام كامل من العدوان على إخوتنا في القطاع، هذه أبرز الأحداث الجوية التي مر بها إخوتنا في القطاع خلال العام الماضي، وهذا ما هو متوقع من فريق طقس العرب للفصل القادم. الأحوال الجوية المقبلة صعبة 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 للغاية، ستكون على الأقل في القطاع. من الأمطار متوقع خلال الأسبوع القادم في القطاع غزة. فلسطين والقطاع تأثرت اليوم بمنخفض جوي. يا الله يا الله. تتميز الأشهر الأولى من فصل الخريف بالتقلبات الجوية، خاصة في شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، والتي تتمثل بحدوث فروقات في درجات الحرارة مع فرص لهطول الأمطار بين الحين والآخر على أجزاء متفرقة من القطاع، والتي من الممكن أن تكون غزيرة في بعض الأحيان، مما يزيد من معاناة النازحين في مختلف مناطق القطاع. تزداد الظروف الجوية سوءاً في النصف الثاني من الخريف، خاصة في شهر ديسمبر، حيث تشير التوقعات الجوية إلى تحسن فرص اقتراب منخفضات جوية من منطقة شرق المتوسط وبلاد الشام، وحدوث انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مما يزيد الأجواء برودة في ظل عدم وجود مأوى للكثير من سكان القطاع، بالإضافة لضعف وسائل التدفئة خاصة لقانطي الخيال. كما تزداد الفرص لتشكل حالات مطرية قوية ومتطرفة في النصف الثاني من الخريف، مما يرفع من احتمالية ارتفاع منسوب المياه وغرق خيام النازحين، مما قد يزيد الأوضاع صعوبة مما هي عليه الآن. نتمنى السلامة للجميع، على أمل أن تحيا أوطاننا بين الحرية والأمان خلال الأيام القادمة بمشيئة الله.